في المشهدية. في المشهد الساخن، اللقاء الثلاثي بين السيد نصر الله والعرور والنخالة، الضفة الغربية في صلب الاهتمام، فما أبرز الرسائل إلى الاحتلال؟ في المشهد السياسي، المستشار الألماني يطالب مجموعة العشرين بجهود أكبر مع تقدم مجموعة بريكس. هل ستتجاوز مجموعة العشرين نقاط ضعفها في مواجهة القوى الصاعدة؟ في المشهد الثقافي، آثار يمنية تعرض للبيع في تل أبيب مطلع 20 أكتوبر المقبل. أي أهمية لهذه القطع؟ وما يجب فعله لمنع هذه السرقة الإسرائيلية؟ في المشهد أونلاين، منصات التواصل الاجتماعي تتحول إلى منصات غير اجتماعية. هل يقلق تعزيز صناعة المحتوى الفردي الشركات التكنولوجية؟ أم أنها ما زالت تتحكم بوجهة استخدام المنصات؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.